رشا، مثل ما تعودنا دائما بصباحنا غير يكون عندنا مساحة تربوية خدمية بنجاوب فيها على مجموعة من الاستفسارات يلي وجهتوا لنا اياها على برنامج صباحنا غير. واكيد اليوم بيسعدنا نرحب بالاستاذ جعفر نصر، رئيس دائرة التعليم الثانوي في وزارة التربية. يسعد صباحك. صباح الخير على وسهلا. صباح الخير استاذ. صباح الخير، اهلا وسهلا بحضرتك. خلينا هيك نروح فورا للاسئله كرمال الوقت. كثير عم يسالونا عن الوكاله الاختصاصيه. مبدئيا خلينا بس نعرف بشكل ادق شو هي الوكاله الاختصاصيه. الوكاله الاختصاصيه هي عقد يتم اجراؤه مع الخريجين الجامعيين او خريجي المعاهد التقنيه التي نحتاج في وزاره التربيه كالرسم والموسيقى والمعاهد المهنيه في معلمي حرف. تمام. يتم اجراء عقود بالحد الادنى للاجور لاعطاء المدرس او عفوا الخريج فرصه في العمل وتغطيه الشواغل الموجوده عندنا، سواء بسبب نقص دائم لا يوجد ثبتين او وجود نقص مؤقت بسبب اجازه عمومه، اجازه صحيه، اجازه بالاجر لمده قصيره وغير ذلك. تمام. استاذ خلينا نحكي مين بيقدر يتقدم للوكاله الاختصاصيه، شو هي شروطها، وهل ممكن يكون في تجديد او تحديث للوكاله؟ هلا الوكاله الاختصاصيه كل خريج للمعهد، المعهد التي نحتاجها، أو خريج جامعي يحق له التقدم. الخريج الجامعي يتقدم بأوراقه ويجب أن يعطي 19 ساعة خلال الأسبوع، هو النصاب الذي يعطيه الزميل المدرس الجامعي. خريجو المعاهد 22 ساعة أيضا هو نصاب المدرسين المساعدين الذين يتم تعيينهم بموجب المعاهد أو بناء على شهادات المعاهد. الأوراق المطلوبة شهادة تخرج بصورة شخصية ووثيقة غير عامل. تمام. كان في تصريحات سابقة أنه اليوم طلاب الجامعة السنة الثالثة والرابعة والخامسة بحق لهم أنهم يتقدموا للوكالة. هذا التصريح تم تطبيقه؟ نعم، هناك قرار واضح معي صورة عنه. النقص الموجود في بعض المناطق لم نستطيع تغطيته من خلال الخريجين. تمام. فتم أخذ طلاب السنوات الثالثة والرابعة والخامسة لطلاب الهندسات، ربما نحتاج أحيانا طلاب هندسات سواء لإعطاء مواد علمية الرياضيات والفيزياء أو في المعاهد أو الثانويات الصناعية. فالسنوات الثالثة والرابعة والخامسة يتم إجراء وكالات معهم، ولكن ليست بمعنى الوكالة الاختصاصية. يتم إجراء الوكالة كما هي في التعليم الابتدائي بالحد الأدنى للفئة الثانية. تمام. طيب الطلاب بنفس السؤال استاذ، الطلاب اللي حابين اليوم يتقدموا لهدول الوكالات كيف قادرين يعرفوا شو هي الشواغر الموجوده ضمن المحافظات؟ هناك نوعان لمعرفه ذلك او طريقان. الطريق الاول ربما هو المدرسه القريبه اليه في المنطقه التي يسكن فيها، في القريه التي يعيش فيها. وهناك ايضا التقدم عن طريق دوائر التعليم الثانوي في مديريات التربيه قسم التكليف، يتم تقديم الاوراق وهم يتواصلون معه فورا وجود اي شاغر موجود، لم يكن هناك شاغر في الوقت الذي تقدم فيه بالطلب. نعم. امتحانات التعليم الاساسي والثانوي صارت على الابواب واعلنتم عن دورات مجانيه، خلينا نحكي اكثر عن هي الدورات، مين بيقدر يستفيد منها وشو سبب وجود هيك دورات مجانيه؟ نبدا من السبب، الدورات المجانيه هي لترميم الفاقد التعليمي، احيانا نقص مدرس في بعض المناطق، هناك احيانا توقف للدوام، هناك احيانا تقصير من بعض الزملاء المدرسين بسبب ربما تعرض لعرض صحي واضطر للغياب لاسبوع او لاثنين ولم يتم تامين بديل عنه. هذا الفاقد التعليمي الموجود اردنا ان نغطيه، فتم اجراء هذه الدورات بالتعاون مع اليونسكو، طبعا تغطيه من اليونسكو، منظمه اليونسكو العالميه. دورات لكل الطلاب النظاميين، توزيع المراكز على مختلف محافظات القطر. طبعا لا نستطيع ان نغطي كل مدرسه، وانما هناك تجمعات في كل محافظه حسب مساحه المحافظه. ريف ادلب المحرر على سبيل المثال هناك مركزان فقط، لان عدد المدارس قليل، هناك شعبه ثالث ثانوي علمي فقط لا غير. في محافظات اخرى هناك اكثر من 22 مركز، مراكز على مستوى القطر حوالي 200، عدد الشعب في كل مركز هي 4 شعب صفيه، 2 للصف التاسع تعليم اساسي واثنتان للشهادة الثانوية، واحدة العلمي واحدة للأدبي. كل طالب نظامي يحق له الوصول إلى هذه المراكز والتسجيل فيها والدوام فيها خلال يومي الجمعة والسبت منذ نهاية الشهر الماضي وحتى 21 أيام. نعم. أستاذ بالنسبة للأشخاص اللي بموضوع الوكالة التخصصية، مفروض أنهم يدرسوا بنفس الاختصاص أو ممكن يروحوا لاختصاص ثاني؟
لان احنا الوكاله الاختصاصيه حتى يكون تغطيه حقيقيه يجب ان يعطي ما لا يقل عن 12 ساعه من ال 19 للجامعيين بالاختصاص نفسه. ويمكن اكمال هذه الساعات في حال عدم وجود ساعات اخرى من اختصاص قريب. من غير المعقول ان ياتي طالب خريج الرياضيات فياخذ 6 أو 7 ساعات رياضيات ثم يكملها في الرياضه او الموسيقى، طبعا هي ماده اساسيه للدروس، ولكن نتحدث عن الاختصاص. اختصاص الرياضيات يجب ان يكون 12 ساعه من 19 على الاقل هي في الرياضيات. والاكمال في المواد القريبه، ربما يعطي فيزياء، كيمياء، علوم العلمي، اللغه العربيه مثلا ربما يكمل في مواد التربيه الاسلاميه بحيث انه يكون الاختصاص قريب. نعم، ايضا موضوع تحديد طبيعه العمل كثير تداولوه وشغل بال المدرسين، خلينا نحكي هو بيشمل الوكاله الاختصاصيه ام لا؟ طبعا لا، الوكاله الاختصاصيه هي عقد مؤقت لا يحق له الحصول عليها. طبيعة العمل للمدرس المعين، وصدر قرار عن السيد الوزير بأنه يشمل مسابقة العقود وليس وكالة الاختصاص. مسابقة العقود تم تشميلها بهذا الموضوع ويحصلون على طبيعة العمل. نعم، خلينا نحكي عن النقص بالكادر التدريسي اليوم. وزارة التربية شو هي أكثر شيء الشواغر الموجودة ضمنها؟ الموضوع يختلف من محافظة إلى أخرى، ولكن بشكل عام، بشكل عام على مستوى المحافظات كافة، النقص الأكبر هو في المواد العلمية خاصة الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم. هذا النقص موجود في معظم المحافظات باستثناءات لا تذكر. في محافظات أخرى قد يكون هناك النقص في مادة الفرنسي، في اللغة الفرنسية، في مادة اللغة الإنجليزية، تختلف من منطقة إلى أخرى، ولكن بشكل عام هي المواد العلمية. يمكن هذا السبب أستاذ هو بسبب مشكلة التوطين والنقل من محافظة لمحافظة، عمل هذا الفراغ ضمن صار هذا النقص يعني. التوطين امر والنقل من محافظه لمحافظه. النقل عندما يكون هناك نقل بشكل نظامي لا يكون النقل الا بوجود بديل. ولكن احيانا تحديد مركز عمل بسبب الظروف الحاليه خلق احيانا فجوه في بعض المناطق. والسبب الاخر المعاناه التي يعانيها البعض من الاستقرار في بعض المناطق، نعرف الوضع الامني الان، ربما صار البعض يتخوف من الوصول الى بعض الاماكن، لذلك صار هناك نقص في مناطق محدده وليس في جميع المناطق. نعم، لما نحكي عن موضوع الوكاله الاختصاصيه المعين فيه بعقد مؤقت يمكن بيشعر بعدم الامان الوظيفي، بوزاره التربيه في خطه معينه لتثبيت هدول الاشخاص او لتامين حاله من الامان الوظيفي اكثر لهم؟ لا، هذه الوكاله هي بالاصل كانت ساعات تكليف. تم وضع هذا القرار للوكالة الاختصاصية كي يكون الوضع هناك نوع من الأمان، لأن الساعات يأخذ 600 ليرة سورية على الساعة لكل حصة درسية يعطيها في حال كان خريجا. لو حسبناها على 19 ساعة فالمبلغ المادي سيكون قليلا جدا. تم وضع الوكالة الاختصاصية كي يزيد هذا المبلغ، ولكن لا يوجد أي نص قانوني يتيح تثبيت هؤلاء، علما بانه الاجور للاشهر التي يكون فيها دوام مدرسي، في الصيف لا يوجد هناك وكاله. نعم، فينا يعني نعتبر انه اي مدرس هو مثبت او بعقد بيقدر بيحل محل الوكاله الاختصاصيه بسهوله، هي طبعاً. هذا المقصود طبعا دائما الاصيل اولويه لهم، الاصيل يفك الوكيل. نعم، خلينا نحكي شو هي اليوم اهم الشروط اذا حدا حب يحول من العمل من ساعات للوكالة الاختصاصية، شو الشروط المطلوبة اليوم؟ أن يكون خريجاً أو بالسنوات الثالثة والرابعة والخامسة، الوكالة على الفئة الثانية، هذا الأول. الأمر الثاني يكون هناك عدد ساعات كافي، ربما في مدرسة هناك 6 ساعات أو 7 ساعات أو 8 ساعات، قولاً واحداً لا يمكن تحويلها. أن يكون عدد الساعات فوق النصف، 12 ساعة للجامعي، 13 ساعة للخريج، في هذه عفواً لخريج المعهد أقصد. في هذه الحالة يمكن تحويلها إلى وكالة اختصاص إذا كان هناك إمكانية لإكمال الساعات من الاختصاص نفسه. مثلا أنا عندي في إحدى المدارس 3 شعب صفية لكل واحد 5 ساعات لغة عربية، 15 ساعة، لا يوجد شاغر لمواد أخرى، هناك مكتملة بالمواد الأخرى، هنا لا يمكن تحويلها إلى وكالة اختصاصية. عدد الساعات في المدرسة هو الذي يحدد، والمدير موجه اختصاصي هو المسؤول، إلا إذا كان بالإمكان إكمال النصاب في مدرسة أخرى قريبة من المنطقة التي هو فيها. اليوم التربية عم تقدم دعم ومساعدات لكل الأشخاص اللي عم يروحوا لموضوع الوكالة الاختصاصية؟ ما فهمت كيف تدعمهم، يعني شو هي شو دورها اليوم وزارة التربية مع هدول الأشخاص؟
وزارة التربية تأمين الأشخاص هي حاجة لنا، نحن بحاجة إليهم لسد الشواغر. ما نقدمه إليهم أنه نضع المدرس أو الوكيل نضعه في أقرب مكان إلى مكان سكنه، إلا إذا هو رغب في مكان آخر. هذا أهم نقطة يمكن كثير عانوا منها بالفترات السابقة، نقل من المدرسة لمدرسة بسبب البعد يعني. نعم. كمان خلينا نحكي، إذا بدنا نحكي كنسبة، إذا في أرقام عن الوكالة الاختصاصية كنسبة اليوم بعدد الوظائف الشاغرة، هي عم تكون في خطة مستقبلية لزيادة هذا الرقم؟ إذا في معلومات ممكن نعطيها أو شيء عم تشتغلوا مستقبلا بهذا الموضوع بما يخص الوكالة؟ هذا الأمر صعب إحصاؤه، لأنه الوكالة الاختصاصية ربما في أي لحظة نحتاج إلى سد شاغر في مكان، مدرس أو مدرسة حصلوا على إجازة صحية، وقع له طارئ، حادث، عمل جراحي، زميلة مدرسة حصلت على إجازة الأمومة. هذه القضايا تتغير بشكل يومي، في كل يوم هناك تغيير، لا يمكن وضع إحصائيات. في كل يوم هناك تغيير، في كل يوم هناك أحد الزملاء أو الزميلات يحصل على إجازة صحية لسبب أو لآخر، حادث طارئ يجري له، إجازة وفاة إلى آخر. هذه القضايا كلها تتغير بشكل يومي، ودوائر الثانوي تغطي هذا الأمر بشكل يومي. التكليف موجود في دوائر الثانوي هو يغطي هذا الأمر، ويوميا لديه حالة. فإحصائية دقيقة من الصعب أن نعطي إحصائية دقيقة. نعم تمام. اليوم أستاذ ما في أي، عم سألونا ما في أي مشروع أو فكرة أنه ممكن بالأيام يصير تثبيت لهذول العقود أو لا؟ حسب الأنظمة القانونية وقانون الأساسي العميل لا يمكن التثبيت. إذا صدر أمر آخر هذا أمر آخر. العقد عم يتجدد لحاله كونه مؤقت او كيف يعني؟ لا طبعا، ربما الشاغر ينتهي يعني. طب شو مصير الشخص اللي خلص عقده؟ يتقدم للمسابقات مره ثانيه كونه خريج، في حال فتح اي مسابقه، فتح المجال للتقدم لاي مسابقه. الان حاليا هناك مسابقه مركزيه تجري وزاره التنميه الاداريه لكل محافظه، الخريجون كلهم يحق لهم التقدم، هناك تعيين بعشرات الالاف. يمكن من بينهم حوالي 60% من الشواغر هي لوزاره التربيه، وبالتالي يحق له التقدم. ليس هو مرتبطا فقط في هذه الوكالة الاختصاصية في حال أنه لم يحق له الحصول على الساعات انتهى الموضوع، هو يحق له التقدم لأي مسابقة أخرى. نعم. خلينا هيك قبل ما نختم مع حضرتك، مثل ما ذكرنا من شوي نحن على أبواب الامتحانات للتعليم الثانوي والأساسي، خلينا نحكي عن التحضيرات يلي عم بتكون بهي المرحلة. بنعرف قديش هي مرحلة مصيرية بحياة كل الطلاب. طبعا التحضيرات هي تحضيرات بالنسبه لنا هي روتينيه، الامور التي نقوم بها في كل عام، كل من العاملين يقوم بالعمل الذي يطلب منه. هناك مديريات مسؤوله عن وضع النماذج الاسئله، مديريات مسؤوله عن تجهيز المراكز الامتحانيه او بالاحرى دوائر في مديريات التربيه. مثلا دائره التعليم الثانوي هي التي تضع المراقبين ورؤساء المراكز، جهات اخرى تقوم بتجهيز المراكز وتامين المقاعد اللازمه. في وزارة التربية هناك من يضع النماذج الامتحانية. هذه الإجراءات تتم بالتوازي بين الجميع، وبإذن الله ستكون الأمور جيدة هذا العام، وتكون الامتحانات دائما متميزة إن شاء الله. عم نشوف صور على الفيسبوك ضمن مراكز أنه حيتم تركيب كاميرات مراقبة أو مجرد هيك إشاعة على صفحات التواصل؟ لا، تم تركيب، هناك آلاف كاميرات مراقبة تم تركيبها في المراكز على مستوى المحافظات المختلفة، والخطة أن يكون هناك تركيب الكاميرات في المراكز كافة لأكثر من سبب. أولا ضبط المراكز، ثانيا هناك وثوقية لأي تقرير أو حادث يحدث في هذا المركز بأن نعود إلى كاميرات المراقبة، وبالتالي يتم توثيق ما تم وضعه في الضبط الموجود من الأشخاص الموجودين في هذا المركز. يعني هي السنة ما رح تلتغى موضوع قطع الخطوط، دائما كل السوريين عندهم مشكلة، وخصوصا بفترة الامتحانات بتنقطع من ساعة معينة لساعة معينة، وهي بحسب الوزارة لضبط حالات الغش. هي السنة ما رح تلتغى، هذا الموضوع بديل يعني، هو يوم الكاميرا بديل. لا أستطيع التحدث في هذا الموضوع. هو يعني اليوم التربية من خلال الخطوة هي حتضمن بتركيب الكاميرات أنه اليوم نطلع من موضوع الإشكاليات اللي عم تصير داخل المراكز إن شاء الله. طبعا الكاميرات لن تغطي كل المراكز هذا العام. لا هذا الخبر مو حلو يعني، في كثير اليوم من الطلاب ما كثير حيحبوا الفكره. نحن الغايه من تركيب الكاميرات او التشدد في تطبيق الانظمه والقوانين في الامتحانات ان يحصل كل طالب على حقه، لا نريد ان يحصل على طالب على درجات عاليه بالغش. نعرف ان البعض ربما يلجا الى وسائل غير نظاميه. الغايه من الموضوع هي ان يحصل الطالب، هم ابناؤنا في النتيجه،
أن يحصلوا على حقهم. الطالب الذي تعب خلال العام أن يحصل على الدرجات حسب تعبه، وألا يحصل طالب دون تعب على هذه الدرجات وأن يأخذ مكانه في الجامعة. نعم. كمان موضوع المراقبات عند المعلمين والمعلمات هي من الأمور اللي بتشغلهم بهي الفترة، التكليف بالمراقبة. خلينا نوضح بعض النقاط. كل الأشخاص هنن بيتكلفوا بالمراقبة، ممكن بعض الأشخاص إنه يقدروا يعتذروا عن هذا الموضوع. هلا تعليمات المراقبة يتم إصدارها من وزارة التربية ومديرية الامتحانات في كل عام. كل زميل مدرس أو معلم في مديريات التربية هو مكلف بالمراقبة. الحالات الاستثناء الأمراض المستعصية عندما يحصل على تحويل عمل إداري أسباب صحية، عندما يتجاوز 55 من العمر، في حال حصول طارئ هناك لجان طبية يتم عرضهم عليها. هذه هي الحالات، ولكن الأمر الشامل أن كل عامل في مديرية التربية هو مكلف بأعمال الامتحانات وهي جزء من عمله الوظيفي. نعم. يعني بالختام بدنا نشكرك كثير الأستاذ جعفر نصر رئيس دائرة التعليم الثانوي في وزارة التربية لكل الإيضاحات اللي قدمتنا إياها اليوم. شكرا كثير لكم. شكرا لحضرتك ونورت صباحنا. يعطيك العافية. صباحكم خير. الله يعطيك العافية.